مشاهدين برنامج استديو السينما، ضيفنا لحلقة اليوم عبر سكايب من كندا الممثل رضا عمراني. أهلا وسهلا بك رضا. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لهذه الدعوة. شكرا لك رضا. بداية، أنت ممثل كنت عايش في الجزائر، شاركت في العديد من المسرحيات والأفلام باللغة الأمازيغية، ما هو سبب هجرتك إلى كندا؟ سبب الهجرة لكندا أنه كنت نخدم في الجزائر، ولكن للأسف في الجزائر كان الميدان الفني في الجزائر غير مؤطر، وما كانش مستقبل كبير في الميدان الفني في الجزائر، فقررت أني أهاجر. ولكن في الأول كان البلد كنت في إطار اتصالات مع مؤسسة في فرنسا، ولكن في الأسبوع الأخير جات فرصة كبيرة لكندا، فخيرت أني نهاجر إلى كندا، لأنني كنت دائما في المعهد مع زملائي، وخاصة زميلي الدكتور البروفيسور فريك محمد أمير اللي راه في دولة الصين، أنه كنا نحلموا بالحلم الأمريكي، أن يجي يوم وين نكونوا في أمريكا، لما لا؟ هوليوود. لهذا خيرت الوجهة أمريكا الشمالية، لأن في أمريكا الشمالية هناك مستقبل في السينما العالمية. من خلال تجربتك في الجزائر قبل الانتقال إلى كندا، من خلال تجربتك في الجزائر، كيف ترى واقع التمثيل بشكل عام؟ التمثيل بشكل عام في الجزائر أنه هناك صراع كبير بين الفنان الأكاديمي والفنان الغير الأكاديمي، وبين بما يصطلح في الجزائر بعض المصطلحات الفنان المحترف والفنان الهاوي، وهذا يخلق كثيرا من الصراعات التي لا فائدة لها في الميدان الفني. محمد، هل تعتبر التكوين في السينما عامل رئيسي لتقديم أدوار أم مجرد كون الموهبة موجودة؟ التكوين والموهبة هما شيئان أساسيان في هذا الميدان، لأنه الموهبة وحدها ما تقدرش تستمر في المستوى العالي، يجب صقلها بطرق وبالأسس العلمية، لأن كما يقولوا التكوين هو 95% والموهبة هي 5%، وكاين حالات استثنائية في التمثيل، أنه بعض الممثلين استطاعوا أن يقدموا مسيرة فنية رائعة جدا في الجزائر، رغم أنهم ليس مكونين، ولكن هذه حالات استثنائية. ولكن التكوين له عدة مسارات، يستطيع الممثل أن يكون نفسه بنفسه عن طريق الورشات، عن طريق الدروس، لأننا في عالم التكنولوجيا والعولمة، يستطيع أي واحد أنه يزاول التكوين عن طريق دروس في الإنترنت أو إلى ذلك. وهناك التكوين الأكاديمي في الجامعات وفي المعاهد، والتكوين الأكاديمي وحده لا يستطيع أن يلبي رغبات الممثل، ويجب الممارسة الفنية في الميدان. بالنسبة لك كرضا، حدثنا عن بدايتك في التمثيل، هل هي كانت موجودة الموهبة وتوجهت إلى التعليم الأكاديمي، أم بمجرد دخولك إلى الجامعة ودراستك إلى التمثيل من بعدها جاءتك الموهبة؟ بدأت التمثيل في عمري 6 سنوات في ما جمعية شاء في الله. ولاية البويرة، هي جمعية النشاطات الشباب لبلدية مشدالة. منذ الصغر كنت موهوب، كنت نحب أن نقلد الممثلين الجزائريين الكبار الله ربي يرحمهم،
وعندما جاءت الفرصة وأني احتكيت في المهرجانات المسرح الهواة، والتقيت بأناس كانوا خريجي معهد العالي لمهن فنون العرض والسمع البصري، وكان سابقا المعهد العالي للفنون الدراميه، وجهوني لهذا المعهد. وعندما اتحصلت على شهاده الباكالوريا، الشيء الوحيد الذي كان في راسي هو الدخول لهذا المعهد، وتوجهت لهذا المعهد، كما الناس درت المسابقه ونجحت من الاوائل، وزاولت دراستي في معهد برج الكيفان. رضا، مؤخرا تم دبلجة فيلم الأفيون والعصا من اللغة العربية إلى اللغة الأمازيغية عفوا، وقام بالدبلجة سمير آيات بالقاسم. ما رأيك بهذه الخطوة؟ هذه الخطوة كان حلم، لأنه سمير هيت بالقاسم صديق حميم لي، وكان هذا المشروع وكنت على دراية بكل خطوات هذا المشروع، وكان حلم، لأنه الباحث والعالم الكبير في البرونولوجيا الدال مولود معمري كان من الأحلام تاعو أنه هذا الفيلم يكون باللغة القبائلية الأمازيغية، وقال هو في حياته عندما شاف فيلم مع أحمد راشدي، قال أنه يحلم أن يكون هذا الفيلم باللغة الأمازيغية. وأنا نقول لكم صراحة، هذه السنة بالنسبة لي هي أحلى حاجة في هذا العام، أنه هذا الفيلم، لأنه من الأفلام الرائعة في الجزائر، أنه يترجم إلى لغة الأم الباحث مولود معمري المناضل، الذي ساهم في التطوير وازدهار اللغة الأمازيغية. رضا، ما هو واقع الصناعة الأمازيغية في خارطة السينما في الجزائر؟ خاصة أن مؤخرا رأينا الأفلام الأمازيغية تشارك في المهرجانات وتحصد العديد من الجزائر. مؤخرا شاهدنا أرجو أو حلم، شارك في مهرجان قرطاج وحصل على جائزة. بالنسبة لك، ما هو الواقع للصناعة السينمائية الأمازيغية؟ الصناعة السينمائية عامة في الجزائر وليس فقط بالأمازيغية، هي صناعة سينمائية مليحة، ولكن كاين بعض النقائص من الدعم ومن الإرادة السياسية، لأنه اليوم أصبحت الصناعة السينمائية في كل العالم من السيادة الوطنية، لأن عندما ترى بأم عينيك كيف الصناعة السينمائية في أمريكا، تعرف أنه بفضل السينما الأمريكية روجت صورة الحلم الأمريكي في العالم. وأنا بحد ذاتي أرى أن الصناعة السينمائية في الأمازيغية في الجزائر ما زالها في مشوار طويل جدا، لأنه حسب رأيي ما زال ما كانش إرادة سياسية كبيرة لدعم هذه الصناعة الأمازيغية خاصة، ولكن عامة السينما الجزائرية يجب أن تكون إرادة سياسية، ويجب للدولة أن تهتم بهذا الميدان، لأننا في وقت أصبحت السينما هي من الأركان السيادية لأي دولة في العالم. صحيح. رضا، حدثنا قليلا عن أعمالك اللي شاركت فيها في الجزائر. هناك عدة أعمال شاركت فيها في الجزائر، سواء باللغة الأمازيغية أو باللغة العربية، كانت تجربة رائعة جدا، وأنا كما نقول فرحان بزاف بهذه التجربة، لأنها ساعدتني بزاف في الميدان الآن هنا في أمريكا، أني لولا التجربة تجربتي الجزائرية. في الجزائرية ما كنت اليوم
أني نكون نخدم في الإنتاجات الأمريكية هنا في كندا، لأن التجربة الأولى في الجزائر ساعدتني باش نعرف الميدان الفني، كيف التواصل مع الفنانين مع الناس بطريقة إنسانية، وهذا الشيء يساعدك باش تكون من الفنانين اللي يحملون رسائل إنسانية. وحدثنا الآن عن تجربتك في كندا وعن مشاركتك في الأفلام من ناحية السينما الأمريكية، وما هو الاختلاف ما بين السينما الجزائرية والسينما الأمريكية؟ ما هو الاختلاف الذي وجدته بين السينمتين؟ نعم، شاركت كتقنيك كمساعد مخرج في بعض الإنتاجات الكندية والأمريكية. أني في شهر فيفري حصلني شرف كبير أني شاركت في فيلم من في إنتاج هوليوود هنا في مدينة موريال. هو فيلم داكشن، أنه كان نجوم بعض نجوم الهوليوود للسينما الأمريكية. شيء أنه حلم كبير أنك تكون من ضمن هذا الطاقم. الفرق أنه نقول الفرق كبير جدا من حيث التنظيم ومن حيث التسويق ومن حيث النوعية ومن حيث المستلزمات أنه في أمريكا السينما هي ثقافة راسخة في المجتمع، وهناك أنه هناك إرادة سياسية في الأول هنا في أمريكا وفي كل شمال أمريكا. هنا أنه توجد رغبة حقيقية في تطوير هذا الميدان، ولأنها تعتبر صناعة سينمائية وتساهم كثيرا في الاقتصاد الوطني هنا في أمريكا. لهذا الشيء أن المقارنة ما نقدرش نقارن، لأنه المقارنة كبيرة جدا، فرق. وخاصة من حيث التنظيم. من حيث تنظيم الميدان هنا في أمريكا ليس من هب ودب يستطيع أن يمارس هذا النشاط، لأن هذا النشاط مقنن، وهناك نقابات لا يستطيع من هب ودب أن يكون في هذا الميدان. رضا، ما هي نصيحتك للشباب الجزائريين الممثلين الصاعدين وكلمات توجهها لهم؟ نصيحة تاعي لكل الممثلين والتقنيين والفنانين في الجزائر، أنهم ما لازمش يستسلموا، لازم المثابرة، ولازم يحققوا أنه الأحلام تاعهم. يقدر أي واحد في هذا العالم أن يحقق ما يريد، ولكن بالعمل والجد، وأنه ما لازمش يحصر الحلم تاعه في البيئة التي يعيش فيها. يجب أن يدخلها في راسه أنه الحلم بتاعه يقدر يحققه في أي بلد في العالم، ويجب فقط أن يؤمن بالكفاءة اللي عنده. ونصيحتي للممثلين الشباب خاصة في الجزائر، يجب ما يستهلوش لا يستسهلون هذه المهنة، ويجب أن يكونوا أنفسهم وأن يتوجهوا إلى الورشات التكوينية وحتى التكوين الأكاديمي، لأن هذا الشيء يساعدهم في تطوير إمكانياتهم، وخاصة في الإنتاجات العالمية، لأنهم يؤمنون بالممثلين المكونين. أنا شفت هنا في أمريكا أنه كل ممثلين مكونين في ورشات، في حتى أنه هناك ممثلين يختارونهم المخرجين ليس مكونين، ولكن هناك طاقم الكوتشينج رهيب جدا، ويستطيع الممثل أن يؤدي الدور تاعه. وهذا هي النصيحة تاعي لكل الممثلين في الجزائر. شكرا لك رضا عمراني، ضيف حلقتنا لليوم، على قبولك دعوتنا وعلى هذا الحوار الرائع.
شكرا لكم أنتم، وأتمنى النجاح لهذه القناة، شكرا لك، وإن شاء لهذه الله القناة. نجاح لك أيضا، ونشوفك في أدوار عالمية. شكرا جزيلا. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم من برنامج استديو سينما، نلقاكم في حلقة قادمة، سلام.